مجدا للرب. يوم مجيد مليان بالحضور الإلهي، مليان بإشراقة وجه الرب كده علينا، إجابة على تساؤلات أو تضميد كده للجراحات. حضوره يشفي، يشفي منكسري القلب. تعالوا نطلع مع بعض مزمور 97. نفسي تشبع كده بالكلام الحلو ده. قولوا وامضغوا، ما ترددوش، بس امضغ الكلام. الرب قد ملك، فلتبتهج الأرض ولتفرح الجزائر الكثيرة. السحاب والضباب حوله، العدل والحق قاعدة كرسيه. قدامه تذهب نار وتحرق أعداءه حوله. أضاءت بروق المسكونة، رأت الأرض وارتعدت. ذابت الجبال مثل الشمع قدام الرب. كنت بصلي بالآية دي كده، أنه أي حد عنده ظروف زي الجبل كي يقول لك الموضوع ده جبل تقل على قلبي وعلى روحي ومش قادر أتنفس منه، يمين يريحني من الموضوع، والرب بقى يدوب الجليد أو يدوب الجبال دي. قدام سيد الأرض كلها أخبرت السماوات بعدله، ورأى جميع الشعوب مجده. يخزى كل عابدي تمثال منحوت. مين اللي يخزى؟ اللي بيعبد الأشياء يخزى، لكن نحن لا نخزى. ليه؟ يلا قولوا معايا، لأنه ولي حي، ولي حي. المفتخرون بالأصنام اسجدوا له يا جميع الآلهة. سمعت صهيون ففرحت، ففرحت وابتهجت بنات يهوذا من أجل أحكامك يا رب، لأنك أنت يا رب علي على كل الأرض. يلا قولوا معايا الترنيمة الحلوة اللي بنقولها دي، علوت جدا على كل الآلهة. يا محب الرب ابغضوا الشر، هو حافظ نفوس أتقياؤه. دي حاجة تطمن قوي على فكرة، صح ولا أنا غلطان؟ ما هو الحق كده، لازم تاخد الحق وتقوله. حافظ يعني يحفظك، حافظك، حافظك. يقول أنا أحفظك من ساعة التجربة العتيدة أن تأتي على الأرض أو تأتي على العالم، أنا أحفظك منها. من يد الأشرار ينقذهم، نور قد زرع للصديق وفرح للمستقيم القلب. افرحوا أيها الصديقون بالرب واحمدوا ذكرى قدسه. قولوا تاني، افرحوا أيها الصديقون بالرب واحمدوا ذكرى قدسه. غمض عينك، سكن قلبك، قل له عايز أشوفك النهاردة. ما ينفعش الاجتماع يبقى اجتماع وانت مش هنا، يبقى نقعد في بيوتنا، ما ينفعش. لكن لينا إله وعد انه لو اجتمع اتنين او تلاتة علشان جابوا في سيرته يأتي وسطهم. يقول له انا جاي النهاردة، عندي احمال بس كلمتك بتقول في فرح، عندي مخاوف بس انت حافظ نفوس اتقيائك، عندي اتعاب وعندي امور ابليس بيقول لي هتخزى فيها، لكن انا لا اخزى لانه انا بعبد اله حي، اله حي.